عليكم ورحمة الله. معاكم أخوكم مصطفى عبد الله. إن شاء الله اليوم هنعمل تجربة جديدة إن شاء الله معاكم. بعد التجربة اللي عملناها الأولانية، التجربة اللي هي إن أنا أقدر ألحم فص الفدي اللي هو الفص الفدي العادي، أقدر إن أنا ألحمه بالحديد، تمام؟ زي ما أنا ما بوضح كده دلوقتي قدامكم، عشان برضو اللي هم المشتركين اللي مش بيعرفوا اللغة العربية. بعد التجربة دي بأمر الله، بعد ما نجحت معانا دلوقتي، ده فص الفيديو اللي أنا كنت لحمه في الفيديو قدام منكم دلوقتي، لسه شغال بيه هو، تمام؟ ممكن إن أنا أعمل بيه برضو تجربة تانية دلوقتي، بحيث إن أنا أحمل عليه. بعد التجربة دي بأمر الله ما نجحت، هنحاول نعمل تجربة جديدة، هي إن أنا أقدر أثبت فص الفيديو ده جوه ويتربط بمسمار نفس الأقلام دي كده، تمام؟ يعني أنا عايز أعمل أثبت فص الفيديو ده، اعمل ده سافورت او اعمل هولدر للفدي الدغري على نفس الرسمه دي كده، واثبته بمسمار نفس الشغل ده، نفس الطريقه دي. نحاول نعمل ده بامر الله دلوقتي، تمام؟ اول حاجه هعملها هي ان انا احدد شكل الفص واكل الاجزاء الزياده بتاعه القلم بتاعي بالصاروخ، تمام؟ ده الفص دلوقتي، ده اللي انا عايز اثبته هنا. خليني اخد الجزئين دول ونشوف بامر الله هنعمله ازاي، تمام؟ هاكل الجزئين دول وارجع لكم تاني. طيب نكمل مع بعض الفيديو. هنا بعد ما خلصنا الجزء زي ما انتم شايفين كده، تمام، بعد ما خلصنا القلم بحيث ان الفدية تبقى قاعده عليه مظبوطه، تمام كده، ومخلصه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، تمام. هناخد جزء من القلم ده نقطعه نص القلم، بحيث ان الفدية تبقى قاعده على النص، النص اللي تحت. ناخد النص ده كده نقطعه ونثبته ونشوف هنكمل ازاي. طيب نكمل مع بعض بامر الله الفيديو، خطوه خطوه مع بعض كده. اول حاجه انا قطعت الجزء اللي انا علمته لكم في الفيديو ده، تمام، عشان انا عملت شويه حاجات ورا بعض. الجزء ده قطعته بالطريقه دي، تمام، زي ما انتوا زي ما هو واضح قدام منكم كده. وبعد كده رجعت حددت الطول، ده طبعا ده شريط لحام، بنطتين لحام صغيرين. حددت الطول اللي انا عايزه بالظبط ببنطتين اللحام دول، تمام، بحيث ان هي تديني المسافه اللي انا محتاجها بالظبط. يبقى الفص زي ما هو ما انتم شايفينه كده، حددت الطول. اهم حاجه في الخطوه دي، ودي حاجه مهمه قوي، ان الفص يبقى قاعد مظبوط على الارضيه بتاعته، تمام، ما يبقاش فيه هزه شمال ولا هزه يمين، عشان ما يخليش الفص يصفر معايا في الشغل. واضح كده الفكره دي؟ دي نقطه مهمه قوي. بعد كده جبت قطعه حديد تانية عملت فيها الفتحه دي، بحيث ان هي تبقى على قد الفدية بالظبط. ودي برضو دي تاني نقطة مهمة عندي، ان الفص يبقى بايت في المجرة هنا دي بالظبط. وفي نقطة هنا برضو فاتتني، ان انا كنت ممكن فتحت مشقبية باندملي، تمام، بحيث ان هي كانت هتجيب لي عرض الفدية بالظبط اللي هو 12 ملي، لكن بامر الله نعملها في مرة تانية. او اللي هيعدل، اللي عايز يعمل السافورت ده يبقى يعملها هو تقريبا في التعديل بتاعه، يعني بحيث ان هو ياخد باله منه. ده عندي فص الفدي، تمام، دي القطعه اللي انا عملتها، بحيث ان الفص الفدي اللي هو بيت يبقى بيت لفص الفدي بايت هنا كده بالظبط. والقطعه دي هتتحط هنا دلوقتي كده، تمام، واصبح فص الفدي عندي هيبقى هنا، ده فص الفدي كده. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدي خرم هنا صغير، بحيث ان انا ايه اربط فيه الغفير بتاعي اللي هو مسمار 8، مسمار 13، هدي خرم 8 والوز الخرم ده ونوريه لكم تاني، تمام. وبعد كده ماشي مره واحده، بعد كده بعد ما هالوز هلحم الاجزاء بتاعتي، هلحم البيت بتاع الفديه ده كله، هلحم من كل الجناب واقفل كل اللي انا عامله ده، بحيث ان هو يتبقى لي الفص بس وخلاص كده بالطريقه دي، تمام. خلينا نكمل القلم واوريه لكم بعد ما اخلصه.
طيب هنا بفضل الله خلصنا القلم بتاعنا واصبح الشكل بتاعه زي ما انتم شايفينه كده تمام. بعد ما حطينا القطعة بتاعتنا ولحمنا وسروخنا وزبطنا القلم بتاعنا تمام، وده فص الفيدي اللي هو الشوكة اللي احنا هنشتغل بيه زي ما انتم شايفين كده بايت في مكانه مظبوط تمام. ان شاء الله يكون الفيديو واضح، التصوير واضح قدامكم. واهم حاجة ان الفص حاجتين، القاعدة بتاعت الفص تكون مظبوطة بحيث ان الفص ما يصفرش معايا تمام، والحاجة التانية ان البيت بتاعه يكون مظبوط تمام. خلونا نجرب شغل القلم بعد ما خلصنا. ده مسمار الغفير اهو، تمام كده خلصنا كده احنا القلم بتاعنا. وبرضو في مجال ان هو يتسن، سن على بسيط كده لو انت عايز تسن بالطريقة دي، او لو انت عايز تطلع فص الفيديو وتسنه بره تمام. طبعا يا جماعة اللي هيجي يعمل فص فيدي زي ده بعد كده او سافورت زي ده، ممكن ان هو ايه يتدارك الحاجات اللي هي فاتتني او الاخطاء او الحاجات اللي هي فاتت اللي انا قلت عليها، ان انت تقدر تفتح المشقبية دي باند ميلي وتلحم القطعة بتاعتك تاني. الفيديا بأمر الله مش بتصفر ولا بتتحرك. ممكن كمان ان احنا نبطل بسرعة. عشان برضو الناس تبقى واخده بالها تمام. هنا انا عندي المقاس 54.5 تمام، وعندي هنا المقاس 60.5، يعني ده وش 5 مللي تمام. هنا 60.5، لا ده وش 6 مللي كده، وش 6 مللي تمام. الفيديا بفضل الله شغاله معايا تمام، مفيش فيها اي مشكله. وعلى فكره برضو الفيديا اللي اتلحمت بالحديد اللي انا لاحمها برضو، عشان كان في اخ على القناة قال لي لو شلت بيها 10 مللي برضو الفدية هتنكسر تمام. مش شرط ان انا اشيل 10 مللي يعني، لان انا مش هحتاج في شغلانة ان انا اشيل 10 مللي. تمام كده بفضل الله. ده القلم بتاعنا. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، وان شاء الله نحاول نعمل لكم مزيد من الافكار ان شاء الله في الايام اللي جايه بامر الله. ما تنسوش ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس تمام. ده الفص اهو،
بيطلع بايدي زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا بحاول ان انا ما اقطعش في الفيديو ولا اعمل مونتاج صراحه لو كده، بحيث ان الفيديو يبقى واصل لكم زي ما انا شغال بالظبط، ولو عندي خطا هقول برضو انا خطأت في النقطه الفلانيه او حاجه. تمام كده، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. تمام، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.